زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي مساء اليوم زار معرض دبي للإنجازات الحكومية المحلية الذي ينظمه المجلس التنفيذي لإمارة دبي وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة 32 دائرة وهيئة وجهة حكومية ومحلية تعرض على مدى 3 أيام إنجازاتها أمام الجمهور. وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال جولته في أرجاء المعرض في مركز دبي التجاري العالمي أجنحة ومنصات الجهات المشاركة، واستمع من سعادة عبد الله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي في دبي إلى شرح حول المشاركات الحكومية والتشجيع الذي تحظى به من قبل سموه لتحقيق رؤيته دبي 2021 المبنية على التحول الحكومي إلى حكومة ذكية بالكامل وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الإمارات 2021. صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أثنى على فكرة تنظيم المعرض كي يتعرف الناس على الإنجازات الحكومية عن قرب، والتعرف كذلك على التسهيلات التي توفرها هذه الجهات للجمهور والإسراع في إنجاز المعاملات دون عوائق وبالسرعة القصوى التي تحقق الأهداف المرجوة من التحول إلى الحكومة الذكية في المستقبل القريب.